فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله ما في مذهب أبي حنيفة وأتباعه من العلماء في التعليل عن النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو النصارى أو العاجم، قال هنا: وأما مذهب مالك وأصحابه ففيه ما هو أكثر من ذلك، حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم بالأعجمية ولا يدعو بها ولا يحلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الشيخ رحمه الله في سياق أقوال الأئمة الأربعة في تحريم التشبه بغير المسلمين من سائر الطوائف، من سائر الطوائف الكفرية قديمة كانت أو معاصرة. قد سبق أنه ذكر ما دل عليه الكتاب وما دلت عليه السنة من تحريم التشبه بهم، ثم ذكر الإجماع على تحريم التشبه بهم، والإجماع ذكر أنه من ثلاثة أنواع: أولاً قول الصحابة، ثانياً قول التابعين، وثالثاً قول الأئمة الأربعة وغيرهم. ورتب المذاهب الأربعة على الترتيب الأقدمية، فذكر مذهب أبي حنيفة وأتباعه من الكوفيين وذكر عباراتهم في تحريم التشبه بالمشركين أو بالكفار على وجه العموم، ثم الآن وصل إلى ذكر مذهب المالكية، ثم من بعده مذهب الشافعية، ثم من بعده مذهب الحنابلة، والآن مع مذهب المالكية. فذكر أنهم يحرمون أن يحرم الرجل بالأعجمية، يحرم بالأعجمية يعني يتلفظ بالإحرام باللغة الأعجمية بدلا من اللغة العربية، كأن يقول: اللهم إني أريد الإحرام، اللهم، أو يقول: لبيك اللهم، كأن يقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، كما جاء في الحديث، فيأتي باللفظ العربي ويتلفظ بما نوى من حج أو عمرة أو تمتع أو قران أو إفراد باللفظ العربي، ولا يأتي باللغة الأعجمية، كل ذلك منعا للتشبه. وهذا والله أعلم في الذي يحسن العربية، فلا يجوز له أن يعدل إلى غيرها، وأما الذي لا يحسن العربية فإنه يحرم بلغته. نعم. قال: ولا يدعو بها ولا يحلف. ولا يدعو بها، كذلك لا يدعو باللغة الأعجمية وهو يحسن اللغة العربية، لأن العربية هي لغة الشرع، هي لغة الشريعة الإسلامية بما فيها الدعاء، فيدعو باللغة العربية. نعم. ولا يحلف. كذلك لا يحلف، والحلف معناه القسم، ولا يكون الحلف إلا بالله أو بصفة من صفاته بأحد حروف القسم، مثل والله وبالله وتالله، ولا يأتي بدل ذلك باللفظ الأعجمي وهو يحسن اللغة العربية، لأنه إذا فعل ذلك فقد تشبه بالأعاجم. نعم. قال أي مالك: ونهى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال إنها خب. نعم. واستشهد بالأثر الوارد أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، ورطانة الأعاجم معناها التحدث بكلامهم بلغتهم، بلغة الأعاجم، والأعاجم جمع أعجم وهو من عدا العرب، لأن في التحدث بلغتهم تشبها بهم من غير ضرورة. نعم. وقال إنها خب، يعني إنها نقص، لأن اللغة العربية أكمل منها، لأنها لغة القرآن ولغة السنة ولغة المسلمين، فلا ينبغي أن يعدل عنها إلا إذا كان لا يحسن
اللغة العربية، فإن عدل عنها فهذا نقص. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه قد يكون في ذلك خداع، فإذا تكلم مع رجل عربي بلغة أعجمية فإن الذي يتكلم معه لا يدري ماذا يقول، وربما يقول كلاما يضر السامع وهو لا يشعر بذلك.